السلام عليكم خاوتي الزول، تحياكم شباب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا الجديدة، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي حصة اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على أمر مهم ومهم جدا، على الجمعية العامة العادية والانتخابية التي هذا هو وقتها. غادي تبدأ الجمعية العادية، كاين امر جمع نحكو على جزئين. الجزء الاول نحكو على القصف المدوي من زرواطي للفاف ولرومبو الرابطه المنحرفه، والجزء الثاني نتكلموا على شرشبيل وما سيجري في الجمعيه العامه العاديه. قبل ما نروحوا لزرواطي نتكلموا على الجديد، هو شرشبيل مفتي الفاف السابق رفقة عيساوي سيحضران رسميا الجمعية العامة العادية. آخر تطورات أخبار جاتنا من مركز الفندقة، قالوا لي شرشبيل راه مقيم في الفندق، دخل ودا الغرفة تاعه مثل كل أعضاء الرابطات اللي يسكنوا بعد. هذه رسمية راه داخل، اسمها راه في القائمة، اسم عيساوي راه في القائمة. لماذا؟ لأن اليوم كانت عندهم جلسة في الطاس حسب آخر معلومات، ومحامي الفاف سمح لهما بالدخول لأنه ما جاب حاجة. هما الشرشبيل وعيساوي دومونداو مع لافوكا تاعهم طلبوا تأجيل الجمعية العامة، ورفض المحامي ورحب بهم بالدخول إلى الجمعية العامة، وقالوا لهم في حال ترشح شرشبيل أو ترشح أي حد لازم الانتخابات ما تنجحش حتى يفصلوا في الطعس. هذه رسميا جاتنا من كواليس الطعس. شي بون شوز شرشبيل ولا عيساوي، شي بون شوز للجمعية العامة، لأن هذه الجمعية العامة ستجمع بين كل المعارضين لأول مرة، حتجمع بيناتهم من أجل رفض لو بيلون تاع مارتن فاف. هذه حاسة سي بون شوز، حاجة مليحة، ونتمنوا غدوة كاع يديروا قرار ويردوا الاعتبار لهذه الجمعية العامة. هذه كلمة بنيوي لازم تنقلع، وتقول لي يجي رئيس الاتحادية الجاي إن شاء الله يكون واحد في المستوى وله قيمة ويرد اعتبار الجزائر إفريقيا، ما يكونش واحد بنيوي منباطح ما يكونش جارية عند العصابات. لهذا لازم يكون واحد عنده مستوى ويخاف من الجمعية العامة، يقول بلي هذو كيما رفضوا لعمارة الفاف غادي يرفضوا لي في السنوات القادمة، وما تخافوش مع الجمعية العامة، هذا راه بارتون رايح، دونك راه رايح، ما تخافوش، ما غاديش ينتقم منكم ولا حاجة، رايح، أما لا، أما لازم تدخلوا التاريخ وتلفزيو له لو بيلون بإذن الله. قبل ما نزيدوا نكملوا الجمعية العامة، إن شاء الله أنا تاكلين على ربي وعليكم، وإن شاء الله تفرحونا كما يقولوا، وبإذن الله ما يكون غير الخير. فوالا خوتي، نسمعوا واش قال اليوم زرواطي قصف مدوي، قاله نحيوه من هذا المنبر محمد، قال وضع عدة أمور وفضح كل ألاعيب اللي منعوه محمد زرواطي، اتصلت به انا امس، منع شي با علاش منعوه، ما على بالناش على منعوه، قالوا له ما تحضرش الجمعيه العامه، قالوا له اليوم عندك الجلسه تاع الروكور تاعك، من بعد ما يعرفوه بلي راه جاي روبورتاوها للسلاسيون بروشا 22. المهم خبولات وصاي، نسمعوا واش قال خونا زرواطي. الاولى عجبتني تاع زرواطي من قصف رومبو الرابطه، قبل ما نروحوا يحكي على الامور اللي التبديل المال العام والبيلون، نقولوا واش قال على رومبو، سمعوا شو معنا. ماشي معين من عند وزاره ولا انت منتخبينك فرق زيد رئيس الرابطه، انت ماشي معين من عند وزاره ولا انت منتخبينك فرق زيد الفخفاخه يمشي يسكن في واسم هذيك تاع اللي يسكنوا فيها تاع البحار وتاع البيسين كلوب دي بان، كلوب دي بان ب 15 مليون، انت ما تسكنش كلوب دي بان، انا تسكن كلوب دي بان تاعي، راه كاين يمشي ديا يا ولا كاين حدانا منا ب 5 ملايين برك، انا تسكن ب 15 مليون، على تنوض تشري لوطو ب 500 مليون، ما تشريش فواتير ب 500 مليون حنايا، على حدنا لي فواتير تاع الرابطه نخدموه ب 40 مليون 50 مليون، وركب في اللوطو في هذيك التويوتا تاع الرابطه صغيره، علاه؟ شكون اللي قال لك شري لوطو ب 500 مليون؟ تبدي شاش على كاد بين الفيديراسيون، قال لك وين تنقول لك انا قلت في كلاب ديفا، قلت لك من قبل قالها واحد عضو من اعضاء الجمعيه العامه واعضاء الرابطه، قال لك رومبو يبات في كلاب ديفا باسكو هو خدعه، قال لها تحضر لا تحضر وخدعه، شفتوا العبسة وراهي؟ اسمع يا حبيبي، شات يا حبيبي كلاب ديفا، كلاب ديفا خويا مع القيادات باش يديروا لي زافير مع العصابات وبقاياها. يا وراك راه حياة الجزائر، شو قال زرواطي على البينو تاع عمارة، نسمعوا. ملاير كحلة رئيس فيدرالي مشى قاسها مع لافونات،
مع لافونات قاس دراهم بدون اي تيتر بدون اي حاجه قاسها مع لافونات. لهذا الشيء اللي مازال هو يتحكم في الفيدراليه من تحت لتحت. وانا بعثت له ميساج، انا بعثت له ميساج بليزيور فوا، بعثت له ما حبش يرد عليا. ني هو اللي نامن عام الاول لوطيل يمشوا بالبون من رابطه، الناس كاع ما عندهاش اتصال كره قدم، يرقدوا في لوطيل في 5 ايطوال ويرقدوا منا ومنا من مال الرابطه. اموال الرابطه لازم اعضاء الجمعيه العامه يكونوا رجال رجال ميساج شعي ويريفيزون البيلان. ما يصدقوش على الخيانه تبدل الملعب، ما يصدقوش عليه على البيلان، ما يصدقوش عليه. هنا نعرفوا باللي ولات عندنا رجال ان شاء الله يقدر ان شاء الله يكون جديد بالك ان شاء الله ان شاء الله. نتمناهم خصو ما يصدقوش، يكون عنده الكوراج ويكون عنده القوه باش يرفدوا لها الحمراء. جاتني البشار لا كونفوكاسيون لو 12 بور باش نحضر اليوم 15 جويليه 12 على النهاريه، 15 جويليه 12 على النهار باش نحضر باش نفوت في لو ريكور اللي كنت دايرو اللي كانت عندي سسبونسيون من لا ليغ من الرابطه دوبوي 18 جانفي. وانا الريكور درته 20 جانفي، صافي دير 5 شهور مازال ما فوتش. البارح انا طريق تجيني نوتر كونفوكاسيون انولي انولي روح 22 سينما في السينما وفي الفيلمات ما يقدروش يديروها باغتو على فلاغران باش ما ندخلش انا. هو الريزيرفوا داخل اللي يدخل ويقولوا واش كان لي ريزيرفوا، تاور المشكله يقول ولدك هذا ولدك واش من المشكله باسكو انا هضرت لي باسكو وين تبعث لي لما بعث له لي ريزيرف ما بعث له لي ريزيرف تاع الميلو اللي فيها تضييع المال العام الكره الجزائريه. شفتوا علاش راه حاقد عليه عمارة الفاف؟ باسكو عندها عدة شهور نسمع في القناة تاعنا الفضائح على عمارة الفاف، راح له لافاف ودخل عندها دوموندا اونديونس، تلاقى مع عمارة في البيرو وقال لها كيف هذيك المدامة اللي تعطيها 30 مليون ولوطو ب 500 مليون؟ قال لها قال لي ما بغاش يرد عليا انا رواتي، قال لي ما بغاش يرد عليا. قال لي قلت له كيف هذه المنظمه ودايره حاله تاع الماليه اللي مسجله على الناس؟ قال لك ما بغاش كاع يحلبني. قال لي بعد قلت له على البروجي تاع 7 ملاير هذاك اللي مداه صحابه لي بورتيغي ولا لي فرونسي، هذا غري غري تاع سيدي موسى فيه 6 مليار. قال له ندير واش نحب ونمد ونزيد نمد لي بروجي وما كانش لي ساندي. زرواطي قال لها شفي عليها في الجمعيه العامه ونفرجك زرواطي شكون ياك تقول لي كيما هكا. راه وخلاه حدد عليه تفكره نحاه باسكو دا عقوبه خدمها هو ورومبو منا وست اشهر ما عيطولاش من بني بغى يروح باش يفوت ويدي البراءه تاعه هذيك يداوها له وردوها لهم الاخر باش ما يحضرش. ولكن الميساج واضح قال لكم الجمعيه العامه كونكم رجال وردوا الاعتبار. هذا قال لك كارثه، قال لك الدراهم كان يقيسهم بالطاقه. يا جماعه البيرو فيديرال الجمعيه العامه يا اعضاء الرابطات يا تاخذوا اول مره في حياتكم اتحدوا هذا مال الشعب. تفكروا واش دار فيكم عماره ما جابلكمش ليزان في طاس وحبوبه في الماتش تاع الكاميرون؟ تفكروا نهار اللي الطياره داوها لكم وخلوكم قاعدين مجرجرين في الكاميرون؟ تفكروا باللي الناس يتلعب بالملايير انتم عمركم ما يحكم والو الشعب ما يحكم والو؟ سي غراف الناس 137 مليار بالكورد نورمال، 107 مليار بالكورد انورمال، 189 مليار تديها المنتخب الوطني دي بريم صاحبي الملايير مو مليارات وتقول لي انا بالوطنيه تاعش الوطنيه. يا جماعه راكم في التاريخ يدار في الطوي هذا البيلو غادي كلشي يتسقد كلشي يولي لبلاصته. وجيبوا لنا رئيس اتحاديه محنك له كاريزما، ما خصناش تاع اللي تحكم فيه عصابه سيدي موسى، ما خصناش عصابه سيدي موسى، لازم هذه الخطره تتنحى من خارطه الكره الجزائريه. ولكن انا سابقى احاربهم الى اخر رمق، هذه زعما غير فوتها طبيب ما ينحيهاش. لهذا خاوتي فرحونا غضبوا، كاين ناس غادي يروحوا يعطوني كاع شكاين شكون لي فوطا بوا شكون لا شكون امتنع. ما من امتناع لا خاوتي، خصنا لا خصنا نو خصنا كارتون روج كما قالها زرواتي، خاصنا تخرجوا لهم الحمراء. قالها زرواتي سي جاي من بشار يا سي محمد سيد ملياردير خانز دراهم هذا زرواتي وجاي ديفوندي على حق الشعب. انتم ثاني كونكم رجال يا جمعيه يا اعضاء الرابطات خاصه لي كلوب، كونكم زعامه. راجع الخير خاوتي ان شاء الله توقع، ما نكونش معجزه، هذه حاجه عاديه. هذا البينو في التاريخ لازم يتانيلا. تحيه لكم خاوتي وان تو دي فلاجيري، والسلام عليكم. ولنا موعد في قادم الساعات ونكون عندنا جديد ان شاء الله. السلام عليكم.